ترأس رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واستمع الاجتماع لتقرير مرحلي حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قدمه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي. كما استمع الاجتماع إلى تنوير آخر حول ما تم تنفيذه عبر رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالتعديلات والقوانين. وأكد وزير الإعلام دكتور أحمد بلال في تصريحات صحفية أن 43% من مخرجات الحوار الوطني تم تنفيذها بشكل كامل، ويجري التنفيذ جزئيا في 45% منها، وسيتم تنفيذ 12% المتبقية خلال المرحلة القادمة. وأوضح بلال أن الاجتماع أمن على ضرورة تقديم قانون الانتخابات وقانون مجلس الأحزاب إلى البرلمان لإجازتها لتشكيل مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات. وقال إن الاجتماع دعا لتشكيل لجان قومية عليا لابتدار الحوار الدستوري بالتشاور مع المكونات الحزبية والسياسية. أصدر رئيس الجمهورية البشير عمر حسن أحمد البشير قرارا جمهوريا بإسقاط العقوبة عن 5 من منسوبي الحركات المسلحة استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطني وتعزيزا لأجواء الوفاق الوطني. وشمل القرار إسقاط عقوبة كل من إبراهيم عبد الرحمن صافي النور، يحيى بكر موسى النور، وإبراهيم علي الرشيد عبد القادر، ومحمد إبراهيم الدومة، وأزرق دلدوم آدم هارون. كشف والي البحر الأحمر علي أحمد حامد عن تلقي حكومته بلاغات لتعديات من الجيش المصري على المواطنين السودانيين جنوب خط 22. وأكد حامد في لقاء جماهيري بمدينة أوسيف عدم سكوتهم على البلاغات التي تأتي من تلك المناطق. وحذر والي البحر الأحمر الحكومة المصرية من التمادي في الانتهاكات، وقال إن هذا الموضوع لن نرضاه ولن نقبله، وإذا استمر ربما يقود لمزيد من التعقيد. وناشد الوالي المصريين بحق الجوار والدين لحل النزاع حتى لا تكون هنالك شوائب تعيق العلاقات بين البلدين. أقر وزير الصحة بحر إدريس بوغردا بوجود فوضى في أسعار الشركات الدواء الخاصة، منوها إلى أن الشركات لم تلتزم بالتسعيرة، كاشفا عن إجراء مراجعات للأسعار أسفرت عن وجود زيادات غير منطقية. قال بوغردا في تصريحات صحفية إن تلك المراجعات ساهمت في تخفيض بعض أصناف الأدوية من 26% إلى 66%. واعترف الوزير بوجود قطاع طفيلي قال إنه نما في الظروف الآنية، مشيرا لأن الدولة اتخذت القرارات المناسبة لتحجيمه، لافتا إلى أن القوانين غير رادعة وتحتاج إلى تجديد. كان هذا كل ما لدينا في أخبار البلد. عودة مرة أخرى للأستاذ طاهر توم داخل الاستوديو. شكرا عمار. حقيقة قبل ما نجي لموضوع الأسعار، قبل يومين أجرى حزب المؤتمر السوداني مناظرة في داره، مناظرة داخل الحزب نفسه وفي داره، يعني المناظرة ليست بين الحزب وحزب آخر، لا، المناظرة داخل الحزب نفسه، بين واضح أنه في تيارين داخل الحزب بيتناظروا على العلن يعني حول المشاركة في الانتخابات القادمة 2020، بين تيار يدعو للمقاطعة وتيار يدعو للمشاركة. البعض اعتبر هذا محض شو سياسي، لأنه الطبيعي أنك بتناظر حزب تاني، لكن كون أنه الحزب جواه ذاته في جدل مفروض يطلع بنتيجته للشارع السياسي، لكن كون أنه يجري النقاش داخله نفسه بين تيارين من داخله حول الموضوع ويخرجه للعلن، كانت هذه أيضا يعني مثار سؤال وجدل. خلونا قبل ما نمشي لموضوع الأسعار السوق وبين السياسة الاقتصادية، ارتفاع الدولار، جشع التجار، غياب الرقابة، معالجات الحكومة، قبل ما نمشي للموضوع ده خلونا بعد الفاصل نعلق على موضوع المؤتمر السوداني وبعدين نشوف السوق شنو.